مرحب بكم أعزائي ومتابعي صدى البلد في كل مكان، معكم أيمن محمود مراسل صدى البلد بمحافظة مطروح، ونحن الآن أمام سرادق العزاء الخاص بالفنان الراحل علي حميدة ابن محافظة مطروح. وكما تشاهدون فإن هناك أعداد كبيرة من أهالي محافظة مطروح ومن محبي الفنان الراحل قد أتوا إلى مقر الأسرة بمدينة مرسى مطروح لتقديم واجب العزاء في المرحوم الفنان علي حميدة. ما زلنا أعزائي ومتابعي صدى البلد بمحافظة مطروح ننقل لكم سرادق العزاء الخاص بالفنان علي حميدة الذي توفي أمس الخميس. ولقد توفي الفنان علي حميدة عن عمر يناهز 73 عام. وكما ترون أن أفراد أسرة الفنان علي حميدة ومحبيه وقفوا لتلقي واجب العزاء من الأهالي الذين جاءوا من كافة مدن محافظة مطروح لتقديم واجب العزاء في الفنان. يعد الفنان علي حميدة من أهم الفنانين الذين بمحافظة مطروح والذين اشتهروا بالعمل الفني المميز، خاصة أغنية لولاكي التي اشتهرت في الثمانينات وكان لها أثر كبير في العمل الفني، كما أنه كان خير سفير لمحافظة مطروح في العديد من المناسبات، حيث أنه كان في العديد من اللقاءات الإعلامية كان يحرص دائما على أن يذكر محافظة مطروح ويرجى الفضل لها كإحدى المحافظات الرئيسية التي قامت برعايته وولد فيها. ما زلنا أعزائي متابعي صدى البلد في كل مكان في بث مباشر من سرادق العزاء الخاص بالفنان الراحل علي حميدة.